وجينا جبنا الغسالة وجينا جينا وجينا جبنا الغسالة وجينا. أنا عندك عدالة أنا عندك عدالة عدالة تشتري لي غسالة غسل فيها أوعية غسالة سارلة غسل فيها أوعية غسالة سارلة. سمع 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 بدي فهمكم شلون بتشتغل غسالة. بتسخن المي بتسخن المي مي بتفضل غسيل بتفضل غسيل غسيل بتنشف بتنشف مو بس بتنشف بتنشر كمان بتنشر وكله انت مدير وبتكوي بتكوي بديع لا ما بتكوي شو بدك الخبز مخبوز والمي بالكوز ما بيكفي كل هالشغله خلصنا خلصنا عمي ممدوح خلينا نفوتها بقى حاجه ما خلص شفيق خلي عمي ابجد عمي فهمنا على الغسالة بتحط المي الغسالة بتسخن المي بتحط لك المسحوق على العيار هيك بديع ولا مو هيك 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 صرت عايدة 20 مرة كل شوي بتوقفني وبتقلي هيك ولا مو هيك هيك وبتنشف وكله اوتوماتيك بتنشف على الاخير بديع بتنشف على الاخير لا لا بضل فيها شويه رطوبه اوه بدك الخبز مخبوز والمي بالكوز عم نسال شو عيب السؤال عمي ممدوح حاجه ما هي بكفي ما خلينا نفوت لجوا استنى شوي شفي شو بك بصلتك محروقه خلي عمي ابو جدعان يشرح لنا اشرح لنا عمي ابو جدعان اشرح لنا بتحط المي الغسالة بتسخن لحالها وبتعمل كذا زوم وبتفض وبتسبع وكله اوتوماتيك مو هيك بديع؟ هيك؟ ابو جدعان بعتقد انه حاجة شرح ما هيك شو رأيك نفوت لجوا؟ تقبرني شو رأيي؟ تقبروني كلكم شو سألها؟ مزبوط مرت عمي اشرح يا بشراح تقبر قلبي انت الوحيد تفهم بالاوتوماتيك ايه بتحط المي الغسالة بتسخن لحالها بتفض وبتسبع ومو بس هيك كمان وبتنشر وكله اوتوماتيك الله عالشوام الله الله عالشوام ايه ما قالوا شي ما اخترعوا يا عيني يا عيني غير نكهة غير نكهة بس شوفي مرت عمها الاول وشرط اخره سلامي الغسالة ما بتحتكروها بالدهور ماشي بالدهور يومين بيومين بيومين ايه ونهار الجمعة بنأجرها لا الغسالة ما بتتأجر بركي طلع لنا واحد جربان بيعدينا بيخرب بيتنا لكان شو بدنا نعمل فيها يوم الجمعة؟ الجمعة بترتاح عطلتها الأسبوعية شو مو بني آدم هي؟ مو من هلأ بدنا نبلش خلافات يلا أبو البدع عودك رنان رنت عودي إلك بدك تغني وتعزف ولا بس عزف؟ عزف وغناء طبعا يعني ما بيسود الغسيل إذا سمع صوتك بطلت غني خلاص ما عاد بدي غني يلي مو عاجبه صوت بديع ينقلع لبرا شو هالبيت هاد ما بيصير حدا يمزح فيه عم نمزح ابن عمي بدوعه عم نمزح تعال مزح مزح بدو يلا بدعي واحد اثنين ثلاثة اكشن لعيونك وخمسة إلك جينا وجينا وجينا جبنا العروس وجينا صار عنا غسالة عم نلمع بتخلينا جينا وجينا وجينا جبنا الغسالة وجينا في عندي غسالة عم تغسل لي شروالي برتي ما بتلزمني أنا عم بغسل لحالي جينا وجينا وجينا جبنا الغسالة وجينا شروالك شو مغمر مرمر قلبي مرمر كله زيت زعتر وفرعة مقال جينا وجينا وجينا جبنا الغسالة وجينا مرتي وارطنا بفرنسا ما في منا بس الأبيض عنا ما بينضف بلا غسالة جينا وجينا وجينا جبنا الغسالة وجينا جوزي النوارد ويا غزال الشارد ويا دهان المقاعد علم على البنطلونة جينا وجينا وجينا جبنا الغسالة وجينا جوزي بالغسالة عم يلمع ولالي كذبنا كذبة بيضة لسا الدنيا غالي جينا وجينا وجينا جبنا الغسالة وجينا هلا واتوا الباب يندق رضا هلا على دوري ندق الباب ومشفشاء ومفتاح
شو صار؟ أهلين أهلين أبو نجيب. اطلعني في منيح وتأكد هذا هو. يلا سيدي. لا سيدي ما هو. كنت خايف يا عفيف تكون متورط بالجريمة لذلك ما كنت سلم عليك، بس هلأ بعد ما تأكدت إنه ما لك علاقة رح سلم عليك. كيفك أبو العف؟ أهلين أبو نجيب. يا غالي يا مين أبو طمزة؟ طلعني فيه منيح وتأكد هاد هو. يلا سيدي. لا سيدي ما هو. خليني هم الضارات على عينك، كل مره بدي انتظرك ساعتين لحتى تحطه. حاضر سيدي. كيفك ابو الطمص؟ هلا ابو الطمص. سيدي طول ما انتم فوق راسنا نأمن من السدب ونحن بألف نعمه. تسلم لي يا ابو الطمص. سيدي سيدي ما في غيره. سيدي مين قصدك؟ ثلاثي المرح ابو جدعان وصهورته. ما في داعي لمساعدتك، الضحيه معنا ولله الحمد انه تارك له عين وحده لحتى يشوف فيها. كنا حابين نساعد سيدي. ما في داعي. أهلي سيدي. وين وجوزك يا مدام بوران؟ مو هون سيدي مو هون. هون سيدي هون. تعا يا أبو جدعان تعا. ولي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو سيدي هذا هو. شوفي شوفي. اتجاهل وغشم حالك لإلك يا أبو جدعان. سيدي أنا أول مرة بشوف المقنع. شو ابن أخته لفان توماس؟ المقنع؟ هاي أول مرة بتشوفه. بس قبل ما يتقنع ما كنت بتعرفه؟ تذكر بياع الغسالات تذكر. استفزنا بنص بيتنا سيدي. استفزكم؟ اتضربوه كف يا مدام بوران على فور الدم. بتبهدلوه على فور الدم وانشقت حاله تنفخ بوشه. لجوزي شو عمل سيدي؟ جوزك؟ اطلعي طبقه تطبيق صار بده تصويج من اول وجدي. سيدي طالع لي خلقي. يا ابو جدعان بدك تحكي لي هلا بالتفصيل الممل شلون دقيته؟ ما دقني سيدي. يعني حضرتك بتتراجع باقوالك؟ ما بتراجع باقوالي سيدي، انا قلت اعتدى علي بالضرب ما دقني. مو مشكله الضرب مثل الدق. ايه يا ابو جدعان احكي لي لشوف هلا شلون اعتديت عليه بالضرب؟ سيدي اخذنا من عنده غساله من محل بالتقسيط. بالتقسيط؟ ايه الف مبروك ان شاء الله. وليش اعتديت عليه؟ سيدي من بعد ما جبنا الغساله اجى بده يرجعها، قال شو؟ قال عنا نحن نصابين. ايه بتقوم بتطبقوا تطبيق؟ تبهدلنا بالحاره، ما ضل حدا ما حكينا له عن الغساله سيدي. ولذلك يا مدام بوران انا مضطر اخذ الكل على المخفر، وانت بديع وشفيق هل تدعي عليه ما بالالف المثنى؟ لا سيدي الجماعه ما مدوا ايده. يعني ما دقوا؟ لا امي كمان ما بيصير هيك. فوق ما دافع عننا الرجال جاي ما بده يخانق، جاي يسترجع غسالته. لك العمى بعيونك العمى العمى. لسه جوزي ما بيغيب عنك ساعه الا بتتمرن تروح عينا. او 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 خلاص عم بتجوع كمان. لك يا ترى ليش شفقفة طوال؟ بيكون عمي هلأ فاتح له حديث بالنظارة. ما كان أوجه لو رحت أنت على المخفر بديع. شو بنا أمي؟ أنا ما بحسن روح بخاف من المخافر. أفوت شرف. يعطيكم العافية. أهلا 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 نجيب يا أهلي. تفضل عمي نجيب. شكرا شكرا. شرف الدعاء أبو نجيب. أعود أول شي مرت عمي بحب طنك، مشان عمي أبو جدعان لا تخافي عليه من أحسن ما يكون. يعني أحسن من هون العين تصيبني شو زكي؟ مو أحسن من هون ولا شي، بس يلي لابد منه لا غنى عنه. المهم أنا جاي هلأ مشانه بذات شخصي. عمي أبو نجيب أمي عم تقنعني إنه روح أقعد محله، أنا فيني أقعد محله وأنا بخاف؟ كنت دق الرجال قتله محله، تتركوه يرتكب الحماقات وبتقعدوا بتبكوا عليه. ليش بس يهوج حدا بيقدر يلجمه؟ إيه كان ترك الرجال ونزل فينا سفق طرق. سمعان؟ اسمع الكلاب الليلة عم دعيت سيدي. خلاص مرت عمي خلي أبو نجيب يحكي مدري شو بده يقول. الرجال جاي ياخد الغسالة بكرة، اترجوا استعطفوا حاكوا بركي بيسقط حقه. يعني بسلو إيده؟ إذا لزم الأمر إيه؟
احسن ما ترجعوا تبوسوا ايدين عالم كتير. هذا كله لانه دقوا بوكس. هالبوكس اللي مو عاجبك يا مدام بوران كان روحوا للرجال فته، لذلك اذا لزم الامر بوسوا ايده للرجال مش هالغسالة. اجروا اجروا اجر يا اخي اجروا يا شباب، ما لحق يتهنى. اجر تعطري 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 اجر. يا حويك شو كان غسيل، بده جماعة اكابر ما بده شراشيح. إيه لا سيدي لا، قبل ما يجي مثل التوتو يبوس ايدي ويندم على عدد الشعر اللي براسه اي ما بسقط حقي. إيه خلاص معناها هلا فينك تروح وتسقط حقك لانه عمي ابو جدعان اصلا فشرك بنص عينك. ابو جدعان مو اصلا. لا امبلا اصلا، انا بعرف انه اصلا. لك شلون اصلا؟ انت شلت لطائيته وشفته انه اصلا. اصلا هذا اللي على راسه مو شعر، هذه بروكه ملزقه على الراس بسراس. اه فهمت عليك فهمت عليك. بكير طال على بنتك. ابوس ايدك ها. فك اسره يفك كل اسر شيء. استغفر الله. لك اختي شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ خلص خلص. مشان مشان